السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا هنا الموضوع هو المفعول المطلق. المفعول المطلق هو اسم منصوب يذكر بعد الفعل ويكون من لفظه ومشتملا على حروفه. يجيء المفعول المطلق لتوكيد الفعل، مثل فهمت الدرس فهما، فهمت الدرس فهما، فهما من لفظ الفعل فهمته، وهنا لتوكيد الفعل. شوفوا ماكو وراها أي كلمة، يعني للتوكيد، أو لبيان نوعه، مثل صبرت صبرا جميلا، صبرت صبرا جميلا. هنا صبرت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، صبرا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح، جميلا صفة. إذن هنا لبيان نوع الفعل، هنا وراء مفعول مطلق جت كلمة جميلا، هي صفة لصبرا. النوع الأخير وهو لبيان عدده، مثل دقت الساعة دقتين. دقت دقة فعل ماضي مبني على السكون، والتاء تاء التأنيث الساكنة كسرت خوفا من التقاء الساكنين. الساعة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، دقتين مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. هذا التمرين هنا قدامكم محلول، إذا أريد نستخرج المفعول المطلق ونبين نوعه، هي ثلاثة أنواع عندنا فقط، لتوكيد ولبيان نوع الفعل ولبيان عدد مرات الفعل. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. شوفوا هنا تكليما مفعول مطلق، ماكو أي كلمة واحدة وراها، إذا هنا مفعول مطلق منصوب وهي لتوكيد الفعل. سجدت لله سجدتين، سجدتين مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء، هنا لبيان نوع لبيان عدد مرات الفعل، منصوبة بالياء لأنه مثنى. آمن العراقيون بوحدة الشعب إيمانا راسخا. إيمانا شوفوا هي هذه، إيمانا مفعول مطلق من لفظ الفعل آمن، مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح، هنا لبيان نوع الفعل. شوفوا وراها أكو صفة راسخة. قرأت الدرس قراءة، قراءة جاءت من لفظ الفعل قرأ، مفعول مطلق منصوب بتنوين الفتح وهي لتوكيد الفعل. احترم معلمتي احتراما عاليا، احتراما جاءت من لفظ الفعل احترم، مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح، عاليا صفة، هنا لبيان نوع الفعل. عندنا هنا أعزائي التلاميذ المفعول فيه هو اسم منصوب يدل على الزمان أو المكان الذي حصل فيه الفعل. طبعا المفعول فيه قسمان بس، اثنين، مو مثل المفعول المطلق ثلاث أقسام، هذا بس ظرف زمان وظرف مكان. ظرف الزمان وهو اسم منصوب يدل على زمان حصول الفعل، مثل يذهب التلاميذ إلى المدرسة صباحا. عندكم صباحا، مساء، ظهرا، دقيقة، سنة، أسبوعا، شهرا، هذا كل ظرف زمان. أما ظرف المكان وهو اسم، طبعا أما ظرف المكان وهو اسم منصوب يدل على مكان حصول الفعل، مثل حط العصفور فوق الشجرة. حط فعل ماضي مبني على الفتح، العصفور فاعل مرفوع بالضمة، فوق مفعول فيه ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة، وهو مضاف الشجرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. عندكم هذه القطعة بها مثلا كلمات فيها ظرف زمان ومكان، فوق، صباحا، ناحية، ظهرا، أمامه. إذا أريد نضعها في هذه القطعة الصير يستيقظ التلميذ صباحا، طبعا نأخذ منها نضع في الفراغ، ويستعد للذهاب إلى المدرسة ويجد طعامه قد وضع فوقه، خلي عليها فتحة لأن مفعول فيه ظرف مكان، فوق الطاولة. فإذا فرغ من تناوله أخذ حقيبته واتجه ناحية المدرسة، ناحية المدرسة،
وبعد أداء مراسيم تحية العلن ينصرف هو وزملائه إلى الصف ويجلسون أمام المعلم لتلقي دروسهم، ثم يعودون ظهرا إلى منازلهم. هنا هذه صباحا ظرف زمان، فوق ظرف مكان، ناحية ظرف مكان، أمام ظرف مكان، ظهرا ظرف زمان. وهذه الجملة إذا أريد أعربها تصير: غرد فعل ماضي مبني على الفتح، البلبل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فوق مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الغصن مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. هسه ورانا عندنا موضوع إعراب الفعل المضارع. عندنا الموضوع إعراب الفعل المضارع. الفعل المضارع هو الفعل الذي يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر أو المستقبل. يرفع الفعل المضارع وتكون علامة رفعه الضمة، مثل: تقتل الشمس الجراثيم. الفعل المضارع يسمى فعل معرب. لماذا سموه معرب؟ لأن تتغير حركة إعرابه عند دخول أدوات النصب عليه فتنصبه، وعندما تدخل عليه أدوات الجزم تجزمه بالسكون، ولهذا سمي فعل المضارع معرب. لكن فعل الماضي يختلف عنه. فعل الماضي هو مبني على الفتح فقط، تتصل به تاء الفاعل وتاء الساكنة اللي ما إلها محل من الإعراب. هذا عندكم تمرين محلول، نستخرج الأفعال المضارعة من الجملة التالية ونعربها، وكلش بسيط. طبعا فعل المضارع وماخذيه حتى من الخامس. عندنا: تشارك المرأة الرجل في العمل. الفعل المضارع هو تشارك، فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. تسهر الطبيبتان ليلا على رعاية المرضى، تسهر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ينظم شرطي المرور السيرة، ينظم ثاني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهنا عندنا: يخلص خالد في واجبه، يخلص فعل مضارع مرفوع بالضمة. وعندنا: يحافظ التلميذ المجتهد على كتبه ولوازمه. هنا يحافظ فعل مضارع مرفوع بالضمة. إذا أريد أعرض جملة منها، عندنا هنا: تشارك إخلاص في المعرض. تشارك فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، إخلاص فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، في حرف جر المعرضي، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. إن شاء الله افتهمتوا الموضوع.